All right. شوف 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 الآن ذا اركبوا قبلي. الله يسلمكم. يا مرحبا. Hi. Here. Wow. Thank you so much. It's like this? Yeah. Give me another one. Give me. أحلى استقبال. أحلى استقبال. مشروب الضيافة أول ما توصل يستقبلونك بهالعصير. عصير مستخلص من الزهور في جزيرة بوكيت. يا سلام. مع طبعا الفوطة اللي ريحتها كذا ترد الروح وحلوة. وتعطيك كذا النعنشة. وانت توك واصل بالسلامة. شغل الفنادق الخمس نجوم يا سالم مرتب. بالذات هنا في آسيا وبالذات أنانتارا والله شغله مرتب. واو واو واو. الله. يا سلام. هذه الإطلالة الحلوة. إطلالة المطعم. اليوم بنتعشى في المطعم إن شاء الله هذا على هذه الإطلالة. الحين أنا للحين ما بعد وصلت لغرفتي. واو. Is this gonna be my room? No, you're kidding me. الله 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 الله. أنا بسكن هنا. يا سلام. وش ذا الفلة يا ناس. وش هالوناسة. Do I have a private pool? عندي مسبح خاص يا ناس. Thank you so much. So this is gonna be my room. ما شاء الله هذه الغرفة اللي راح أسكن فيها. الله 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 الله. اهلا وسهلا. مرحبا مرشدتنا. اموره كيف الحال؟ اهلا وسهلا. شوفي مرشدتنا مفاجاه صح؟ انا صدمت انها تايلانديه. ارحبوا ارحبوا. يا هلا وسهلا والله. يا هلا وش اخبارك؟ طيبه. يا اهلا وسهلا اموره. لا اسمي مظبطه نفسها تدلع نفسها اموره. انا مصدومه انها تايلانديه. انت اسمك اميره صح؟ اميره. والنعم والله سبعة أنعام. يا مرحبا. والله احنا مبسوطين فيك وانا اخترتك انت تحديدا لانه انا سمعت عنك وعرفت عنك وانبسطت انه انت ما شاء الله تايلندية ومسلمة وتتكلمين عربي شوية بس. لا ما شاء الله تمام. وتحبين تتعاملين مع اهل الخليج السعوديين والاماراتيين. ففرصة سعيدة ان الحين احنا في بلدكم وبننبسط مع بعض ان شاء الله انا وانت والاصدقاء. حياك. نايس ما شاء الله. العافية. الله يعافيك. ايش السيارة الحلوة هذه يا أموره؟ مقاعد ما شاء الله فخمة مرتبة كأنها بزنس كلاس إميريتس إيرلاينز. ايش رأيك في السيارة؟ مرة حلوة. شوفي المقاعد رهيبة صراحة. بس اللي فوق ذا ما أدري يبغى له حل. اسم لا أقول لك شيء. يقولون عندهم ديسكو في السيارة. Excuse me, lights on. We wanna see the disco here in the car. Allah. Ah, yo Allah. أبشركم حلينا الموضوع. شلنا كل الأنوار وصارت السيارة رزة ومرتبة. الحين نقدر نستمتع فيها كل الأيام الجاية إن شاء الله. هلا والله.
هيك الله حياك ايوه لبى قلبك يا مو لبيك الله ها ايش لبيك الله لبى قلبك ربي اسمه مكه ها يلا ارحبوا 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 سعودي سعودي موجودين ولا لا او لا حركات والله يا أميرة فنانة ها مجنونة عيدا تعرفين تصلحين تعرفين تصلحين القهوة تصلحين القهوة تحبين التمر ها التمر ها تعرفين تعرفين المندي مندي ها قولي والله اها والله انا وشتي أنا مرة, مرة 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 جيت سهولت مرة يا كبسة سالم كبسة سعودية حلو والله انت صرتي مرة خلاص كبسة سعودية حلو في دبي الحين ما شاء الله مطبخ سعودي حلوة. الحين انت ما شاء الله انت طيب انت قزرتي السعوديه من قبل مره هذه ما شاء الله عائلتها خواتها واخوانها والله صدق ما شاء الله وش حالاتهم بنت بنتي والله ما شاء الله بنتي وولدي لا صدق والله صدق في ذمتك ولا تستهبلين صدق والله ولد تو تقول اختها سعودي تخيلوا يا جماعه سعودي. ولدها اسمه سعودي عشانها كانت رايحه للسعوديه رايحه لمكه وحملت هناك وقرروا يسمونها سعودي والله انكم كفو انت كفو يا اميره كفو اي والله انك كفو له من السماء وبعطيها بما أنه بوكيت جزيرة فالنشاطات فيها البحرية كثير فحبينا أن من بكرة نبدأ نشاطات البحرية اليوم يعتبر هو اليوم الرئيسي الأول لنا لأننا وصلنا أمس البارح المساء فاليوم بتكون عندنا نشاطات بس مي بحرية وصلنا الحين لأول نشاط هو مملكة النمور مكان للنمور الصغيرة والكبيرة والشيتا بأنواعها تقدر تدخل تصور فيه صراحة أنا بالنسبة لي شفت كثير ناس راحوا له فما كنت حريص أني أروح بس البنات يقولون نبغى نصور مع النمور قلت زين كفو خلنا نشوف شو تسوون الحين هذي ما نحاشر وصلنا لتايجر كينغدوم هالمكان اللي تدخل فيه عشان تصور مع النمور من نمور أليفة خلونا نقول ما أدري مخدرينها ومضبطينها لمنها ما تفترس ما تاكل أمورها طيبة عندهم أنواع مختلفة النمر الصغير والوسط والكبير والشيتا أنت اختار اللي يناسبك تصور معه هذا هذا النمر مو بنتي اللي خليتني نجي هنا تقولي بتصورين معه كبير اي ترى تدخلين بالحالك هالحين داخله لا ما راح تدخلين بالحالك لا انت تصورين برا بالاشكال لا 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 تدخلين داخل العين لا انا قايل لك مو بلازم اجي قلتي قايل لكم قايل لك مين بداخله ممكن توريهم كبران لا هذا صغير هذا احنا دافعين قيمه الكبير اللي قدام روحي انا ليه انا بغيتك طيب الحين هم يخدرونه كيف اسمعي اطمنك بشيء يقولون من يوم ما فتحت الحديقه لها سنتين ما ذبح الا بس يمكن 8 اشخاص بس
والباقيين يمكن اكثر من 200 شخص مره ما حد جاء شيء. وبعدين بعدين اسمعي بطمنك التوقيع وقعتي، لو صار اي شيء لا قدر الله يغطونك تامينيا، وفي حاله الوفاه يرسلون التابوت للبلد للشخص اللي مات. وراك حاط اصبعك في فمك، ها غيرت رايك؟ يلا نبي نروح للفيل خلاص. لا 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 الفيل الفيل بعد، يعني اذا الله اعطاك عمر بتروحين الفيل بعد نص ساعه. يلا ادخلي 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 انا ما قلت لك لا تدخلي. لا لا والله ان امك يوم كلمتها قلت لها بد ان شاء الله بنتك هي راجعه للسعوديه عاد ترجعين عاد باي طريقه. الله يسهل لك. المهم يلا ادخلي يلا يلا جذورك. اسمعي 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 بقول لك شيء، ترى تدخلين لحالك تمام؟ لا مو بالحالي. لا لا بعلمك ليش، بقول لك عشان لو لا قدر الله طب افترس او شيء ما يقتل شخصين، يقتل يعني شخص واحد. ايوه لا حول ولا قوه. يلا 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 بعد اخر صوره. شايفين الخبرة؟ ترى مرة كبير بالواقع. يا ويلي. والله البنات أفلام يا سالم. Excuse me, is it possible to flip? Yeah, I want. Wait, wait. Hello, hello. Not here. Don't worry. We are both tigers. We know how to deal with each other. Can I kill it anymore? Really? No, but I want to just do it like this and chick, chick. عادي عادي امسكي امسكي امسكي. اسمعي 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 لوني منك لوني منك امسكي ذيلة واسحبي ذيلة. اسمعي لوني منك ما لا لا تدري بخاطرك يغلط عليك. اسحبي وذبي هنا في المسبح. ذبي في المسبح. لوني منك لوني منك خذي حقك بيدك. والله لا والله نمر وتايلاندي يغلط عليك. شفتي ايش يقول؟ شفتي؟ اي يقول لك لا يقول لك انتبه لا تخلين حقك هنا. انهي الموضوع، بدات المشكله هنا انهيها هنا واطلعي. اسمعي انا بفزع لك. اسمعي 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 يا بنت جيرتي بفزع لك. والله انا وياك على تايلانديين على شفتي زعلتي ترى شفتي زعلتي شفتي بكثره الكلام ترى ما يحب. لا خليه امسكيه لا بس لمدة خمس دقائق امسكيه بس طيب بس خمس دقائق خمس دقائق يلا خلص امورك. لا لا عاد ها يلا عاد ها يلا خلاص ها خلاص يلا اوكي I'm coming alright يلا يلا ها يلا 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 alright والله ناعم ملمسه رهيب. زوم زوم body 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 نمر طبعا بعض المعلومات اللي قلتها اكيد عارفين انها مزح. سالفه ان النمور اكلوا 8 اشخاص بس كنت اطقطق على فرح. ما يقولون ما قد صارت في مشكله رئيسيه، وانا بحثت ما لقيت ان اي مشكله صارت. اللي ممكن يصير انك تلمس النمر بطريقه خطا، تلمس مخلبه فممكن تجيك جرح او اصابه، وهذا فعلا مغطى بالتامين، مكتوب انه التامين يغطيك صحيا. انا بحثت الموضوع اعتقد والله اعلم لاني سالتهم وما اكدوا لي، بس اعتقد والله اعلم انهم يعطونهم حبوب ويعطونهم اوبر تخدرهم لانهم صايرين مره مسالمين. وبعدين يعني الصراحه الله لا يلوم النمور، يعني في حاله انهم هجموا على احد يعني ما تلومهم، لانه تخيل انك في اليوم يجيك 200 300 شخص يدخلون عندك يلمسونك عشان ولا يطقطقون عليك عشان يصورون معك، يعني شيء يطفش. لكن عموما المغامره عدت بسلام. خلصنا تجربه النمور وجينا لتجربه اريح واروق. اتوقع انها اريح واروق. ورا راح كم بليز كم Yeah, that's her. الطلعة تبدأ من مرحبا. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. بلف بات للشخص الواحد، يعني 1100 ريال مدتها نص ساعة، تطلع تاخذ جولة في بالفيل في هالمنطقة. حنا الحين في جزء من غابة، فمتعة انك تطلع وتنزل وترقى. شوفوا زي التل وزي الجزء من جبل، يعني هنا الصراحة المغامرة وناسة أحسن ما انك تمشي في أرض مستقيمة. قافلة كذا قافلة فيلة، بس كل فيل يمشي لحاله مع السايس حقه.
الارتفاع اتوقع اني 2.5 الى 3 امتار، يعني طيحة شينا ترى شينا ان شاء الله ما نجربها. عموما احنا الحين في تايلاند فراكبين فوق الفيل الاسيوي اللي منتشر في سريلانكا والهند، وركبتنا فيه في الهند وركبتنا فيه. لكن الفيل الافريقي هو الفيل الرزة، هو الفيل الاكبر الاضخم اللونه اثقل، هو الانيابة اطول، ففي فروقات مرة مختلفة. الفيلة الافريقية مرة رفيعة وكبيرة. اللي يحب هالنوع من النشاطات السيارات الكارت، هذه السيارات السريعة، ولا اني ما اشوفها سريعة، لكن هذا النشاط موجود وتقدر انك تجي هنا منطقة قبال منطقة الفيل. وهالمناطق كلها تقريبا قريبة من وسط سنتر بوكيت. وصلنا البوكيت بارادايس تريب، وهو مكان تسوي فيه مجموعة من النشاطات. اول نشاط انك تطلع بالدبابات في غابة كذا جبلية وفيها وحل وفيها تراب، هذا واحد من النشاطات. النشاط الثاني اللي هو الزبلاين، والثالث انك تمشي في جسر مرتفع. وراح احنا بس بنجرب اليوم الزبلاين يكفينا. عندهم البقي مثل هذا 30 دقيقة ب 200 ريال، وفيه الدباب سعرها ارخص شوي. وبالنسبة للزبلاين هلو هاي متحمس اجين يلا يلا جا دورك. وش ليش هو انتي؟ وش هو انتي؟ وش ما على فكرة اقول لك شيء، ترى هذا ولا شيء، هذا وش هو كم متر؟ خلاص اسمعي بقى ادفك انا بسرعة عشان خلاص عشان نقتل الخوف. ترى تخصص هنا في الرحلات الجماعية ده عاطني لهم. طيب طبعا لا انا بصور بيدين الثنتين الحين. اسمعي تقدرين تفكين يدينك؟ طب اذا طحت؟ اذا طحت بنقذك ما عليك. لا صدق والله هذا امان، اتاكد من هذه الشركه. لا ما تاكد بس الامور تمام. اوكي ليتس جو. والله ما تاكد بس لا اسمع يلا الله يحفظك ان شاء الله، مع السلامه. يلا مع السلامه. خلاص يلا بسم الله. واو فك اليد استمتع. المكان هذا او هالغابه حاطين فيها مجموعه من الزبلاينز، على حسب ما تدفع على حسب ما يزود عندك الزبلاين. الان هذا اللي اخذناه قيمته 1200 بات، يعني ب 140 ريال سعودي. يكون فيه اربع زبلاينز، وهذه اعلى او اطول وحده تعتبر. جيت لهذا المحل لاني اعرف ان في بعض الناس يبحثون عن الشيء اللي مره مميز. هذا المحل اللي تشوفونه يعتبر فاميلي بزنس، عائلة تايلندية يصنعون هذه القطع. الموضوع مو هو بسهل مثل ما تخيلون. تكلم عن قطعة، كانوا العائلة هذه معروفة أنها تصنع الأواني للأسرة للعائلة المالكة في تايلاند، فيسوون أشياء مرة فخمة. لو ولعت النور يكون شفاف، هذا كله هاند ميد، شغل يدوي. يستغرق 5 أيام عمل العامل الواحد من هذه العائلة عشان يطلع بس كاسة واحدة. شوفوا مقاس يدي، بس انها شيء مره مختلف ومميز. الحرمه هذه العجوز واحده من العائله، فاقول لها تعطيني ديسكاونت، فابتسمت. كانت احنا من 50 سنه اسعارنا ما عليها ديسكاونت، احنا ما نبيع الا بسعر محدد. اي شوفوا كيف، شوفوا كيف، يا سلام. فتقول ما نبيع الا بسعر محدد، والناس اللي يجونا يقدرون شغلنا ويعرفون التعب اللي احنا نتعبه، فما يطلبون منا تخفيض. شوي طيحت وجهي بس خلاص، لكن طقت براسي انا جاي اصلا بشتري، وراح اشتري الحين ان شاء الله. مثال على الاسعار، 6 الفناجيل اللي قبل شوي تنفع الفناجيل القهوه قيمتها ب 550 ريال، يعني الحبه الفنجان الواحد تقريبا سعره حدود 90 ريال. هذا مثلا الحبه الواحده ب 450 ريال الحبه الواحده. الكاس هذا سعره ب 500 ريال سعودي حبه واحده. هذه قيمتها 3000 ريال لا بجورة. هذه القطعة سعرها 1200 ريال. أباخذ القطعة هذه، يعني حجمها بين البيالة والكاس، كاس تقريبا تروق على شرب الشاي فيها أو القهوة. قيمتها ب
3500 بات يعني 380 ريال الحبة. باخذ حبتين عشان لو انكسرت تبقى عندي ثانية. خلاص I'll take two this one. المحل اسمه بنجرونج. Here we go. لهم فرع واحد في بانكوك العاصمة وفرعين في بوكيت، وبعد عندهم موقع أونلاين لو كتبت هذا الاسم تقدر تشوف بضاعتهم. إذا كنت تبغى تشوف إطلالة رهيبة وانت في بانكوك فشوفوا مقطع الفيديو اللي سويناه اليوم في وقت الغروب في هالمكان، وسجل اسم المكان وتزوره إن شاء الله إذا جيت هنا بوكيت. للمعلومة الصور اللي بتشوفونها أو الفيديو ترى ما عليه editing من ناحية الألوان ولا هو مصور بفلتر سناب، يعني هذا الصورة اللي كانت قدامنا اليوم. بوكيت عبارة عن جزيرة مساحتها 530 كيلو متر مربع، يعني تقريبا نفس مساحة مملكة البحرين، فيها المنتجعات والمناطق والتسوق والحياة وكل شيء. لكن بنفس الوقت هي ترى مجموعة جزر قريبة منها وتسمى كلها بوكيت، فهي تعتبر أرخبي الجزر. نشاط مهم من نشاطات السياح وزوار هالمكان أنهم يستكشفون الجزر القريبة من جزيرة بوكيت الرئيسية. فاليوم طالعين إحنا الوحدة من أهم وأبرز الجزر رحلة بحرية تسمى هاف دي تريب. نطلع من الساعة 9 الصباح وترجع البوتس للميناء على الساعة تقريبا 6 المساء. في هذه الرحلة بنوقف إن شاء الله 6 وقفات، 3 منها في جزر، ننزل في كل جزيرة ساعة أو ساعتين. النزلة الوقت الأطول في جزيرة في آيلاند، وفي 3 وقفات بنكون بس في البوت نتفرج على أماكن، أوريكم أماكن زي الجبال اللي تشوفونها هنا قدام. يوم طلعنا قلنا زين اليوم ما في شمس قوية، بس اللي صار إنه ما شاء الله مطر، يعني نبغى نصور نبغى نسبح، الناس كلها راحت رجعت في المنطقة الكافيهات عشان المطر ينزل بهالجزيرة. مثل ما تشوفون بعض النشاطات متوفرة. احنا وصلنا الجزيرة هذه، في مجموعة من الجيت سكي تقدر انك تستأجرها، غير الكافيهات والمطاعم وبعض السندوتشات او المطاعم الخفيفة، يعني تقدر تجيب اغراضك معك احسن لك وتضبط امورك وانت في هالطلعة. والحين طالعين للوقفة الثانية وهي جزيرة فيفي ايلاند على هذا البوت. البوت هذا يكفي 40 شخص، سعر المتوسط السعر من 2000 الى 2500 بات للشخص الواحد، يعني من 220 ريال ل 270 ريال. اتوقع انها فكره حلوه انك تاخذ قارب او بوت خاص، سعره يبدا من 20000 الى 30000، يعني من 2200 ريال الى 3000 وشوي، بس يكفي الى 15 شخص. فانتوا لو كنتوا جروب او عائله راح تنبسطون اكثر، اول شيء بيكون اكثر فخامه والاهم اكثر راحه، والشيء الثالث بعد واشوف انه مهم اللي هو فيه حريه في الجلوس في كل جزيره تبونها، فتروح بأي وقت وترجع بأي وقت. البوت توقف هنا في هالجزيرة الرئيسية لمدة ساعة ونص أو ساعتين، ويكون فيها وقت الغداء، والغداء شامل من ضمن برنامج الرحلة. هذه الجزيرة مهي بأرض بكر، يعني ما فيها إلا جمال طبيعة وبس، لا فيها مباني وفيها حتى تشاو كوه في منتجع وفندق. كلمة كوه
اللي هي KOH باللغة التايلندية تعني جزيرة. الأيام هذه لو بتشيكون درجات الحرارة والطقس بتلقون إنه كل يوم في أمطار، لكن الأمطار تنزل خفيفة لمدة دقائق وبعدين توقف ثم ترجع مرة ثانية تنزل، فحسب الظروف. اليوم أنا شفت إنه كان في شمس فهذه ميزة، بس المطر صاحب معه شوي هواء وغيوم. يا الله ما شاء الله على جمال الطبيعة. وقفنا يس 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 الحمد لله، وقفنا عند هالمكان اللي اسمه هيلي لاغون. اللاغون عبارة عن مثل ما تشوفون مجموعة الجزر هذه الجبلية جاية كذا محاطة، يعني مقفلة، شوفوا أوريكم الحين مقفلة، فهذا اللي هو اللاغون. وقفنا هنا لمدة ساعة عشان نسبح، اللي يبغى يسبح يستمتع بالسباحة في هالمكان، واللي يبغى يركب الكاياك أو يبغى يركب البورد، واللي يبغى يروق هنا وينبسط على زخات هالمطر بين جمال الطبيعة. وهذه الوقفة الخامسة منطقة سنوركلينج ضحلة، فتقدر تشوف الأسماك والشعاب المرجانية بسهولة هنا. وهذه وقفتنا الأخيرة وبنجلس فيها تقريبا ساعة، مايا باي. الرحلة ذي ترى ما تتفوت، يعني حط في بالك إذا بتجي أنت هنا لازم أنك تطلع في رحلة مثل هذه الرحلة، بس احرص أول شيء أنك تكون نايم تمام اليوم اللي قبل لأنك تطلع مبكر، ولازم يكون عندك طاقة ونشاط وحماس، جيب أغراضك وجيب أمورك معك. رأيي في هذه الرحلة أنها توب، لكن إذا كنتوا مجموعة أو جروب تقدرون أنكم تأخذون بوت خاص ترى أحسن وأريح بكثير، من ناحية أول شيء السرعة، والشيء الثاني انك في كل منطقة بتوقف تقدر انت تتحكم بنفسك، يعني وش جوك، تبغى تقعد في هذه الجزيرة ساعتين او ساعة ونص براحتك، لان القارب بتاخذه لمدة تقريبا 10 ساعات او 9 ساعات، من 9 الصباح الى الساعة 6 المساء وقت رجعة القوارب. قسم هالتسع ساعات في الست الوقفات اللي انت بتوقف فيها. اذا كنت مع مجموعة فهم يشون مثلا يجلسون 45 دقيقة في مكان معين، انت بالنسبة لك يمكن ما ودك تقعد فيه الا 10 دقائق تصور وتمشي، مثلا ما ودك بالسنوركلينج لكنك تبغى تقعد في الجزيرة وقت، يعني باختصار رتب وقتك على مزاجك. الشيء الثاني في جزيرة جيمس بوند معروفة عند بعض الناس، ويمكن السعوديين شفت البعض يغطي فيها. إذا أنت بتروح لهذه الرحلة أتوقع أنك أنت تكون كفيت ووفيت، لأنه جيمس بوند هي جزيرة جبلية ما تنزل فيها، فالناس تروح هناك عشان تشوفها، اللي أشهرها أنها تم تصوير جيمس بوند في أيام الثمانينات فيها فصارت معروفة، لكن يمكن ما في شيء يعني هي حلوة، لكن إذا أنت بتروح الفيفي آيلاند في الغالب أنك بتكون غطيت، ما في شيء مميز تشوفها هناك. في جزيرة اسمها كو راتشا، هذه من أجمل الجزر، لكنها النقطة اللي شوي مزعجة فيها أنها بعيدة، يعني تحتاج وقت أطول وبعد أكثر، فاللي يمكن عنده وقت طويل يبغى يروح لكو راتشا بتكون بعد تجربة حلوة. إذا كنت من محبين الستيك فبتدور عن ستيك هاوس، مطعم متخصص في الستيك، وبعد لازم انك تقرا التقييم وتتاكد اذا كان مطعم مره مميز، وانا سويت هذا الشيء. اليوم اخترنا مطعم ايج ستيك هاوس للعشاء، موقع في منتجع انانتارا ليان، بس كثير من الناس او عملاء هذا المكان يجون من اماكن غير المنتجع،
يعني مناسب إذا كنت ساكن في المنتجع وتستمتع بالعشاء فيه، أو حتى لو كنت في بوكيت بشكل عام تجي هنا. كل هذه النشاطات والألعاب تراها مجانية لكل النزلاء. هناك حتى في بعض الألعاب الإلكترونية، بلاي ستيشن، أشياء مناسبة للأطفال، أعمار مختلفة. بالنسبة للمصارعة والملاكمة ففي مدربين مختصين. طبعاً كل شيء مجاني ما عدا إنك لو طلبت شيء خاص فيك، مثلاً لو قلت أبغى دورة تدريبية مثلاً على فنون القتال أو شيء، فهذه عندهم 6 مدربين تقدر إنك تحجز مع موعد وتدفع المبلغ. وصلنا لمنطقة باتونغ، القلب النابض والمنطقة الرئيسية في بوكيت. طبعا بوكيت هي جزيرة مثل ما قلت كبيرة، في واحدة من مناطقها هي باتونغ، هي المنطقة القديمة. بعدين توسعت الجزيرة وصارت سياحية أكثر، وتوسعت، فصارت المنتجعات الخمس نجوم، المنتجعات الراقية واللي يكون لها شواطئ خاصة تبعد عن هذه المنطقة، تبعد. عشان كذا بتلقون منتجعات تبعد ساعة وربع، ساعة ونص سيارة 40 دقيقة عن هذه المنطقة. احنا منتجعنا يبعد تقريبا نص ساعة الى 40 دقيقة عن هذه المنطقة، بس هذه المنطقة ضروري تزورها، تبسط فيها المحلات الشعبية، الحياة، المطاعم، الزحمة، الهيصة، كلها موجودة هنا. اللي يبغى يروق يكون في منتجع، يبغى شوية فلة يجي هنا ينبسط ويتسوق ويغير جو. محل الشاورما هذا صاحبه كويتي، ومحل السموذي والعصائر اسمه ماي دريم صاحبه سعودي، وترى عنده قهوة سعودية وعنده كرك وعنده بعد بخور ومعمول. يا شباب، يا أهل السعودية، يا أهل الخليج، يا أهل الكويت، والله أني توني يعني أنا أتابع هذا الإنسان وأعرفه وتوني شايفه، وإلا لازم قال عطني الميكروفون. عطني الميكروفون والله ان الرجل طيب وانسان محترم، والله يوفقه. حاله عيالنا الكويتيين والسعوديين، كلنا بعض، كلنا بعض ونكمل بعض. والله الله يسعدك، مو شرط هنا، الكيله زينه صح؟
عاد ترى السعوديين الحين صرنا خلاص ترى بنجيكم الحين خلاص فتحت عندنا ديره انتم من اول مفتوحه عندكم احنا الحين تونا جايين الله يحفظكم بنم للدنيا ما شاء الله حياك الله يا محمد صورنا صور الحين ده كله ما كفاك لا هذه يسمونها ابشر صوره ابشر يلا الشوتينج اطلاق بالمسدس الامر عندهم مره سهلات مره سهلات في الشارع مسدس وبندق كشكات الخدمات السياحيه منتشره موجوده بكل مكان وبناء على اسعارهم اشوف انها مناسبه يعني لو جيت ما انت مرتب امورك عن طريق شركه بغيت تخلص امورك تاخذ باكجات سياحيه تطلع في جولات بحريه تعال وقف عند هالكشكات وشوف الأنسب لك وقارن الأسعار واختر المناسب منهم وامورهم تمام محبين أكل الشوارع أوف بينبسطون هنا في حياتهم في تايلاند تبي أكل بحري أكل غابات حشرات كل شيء موجود بعد الوجبة الحلوة وش تحتاج تحتاج أكيد حلى الآيس كريم قدامك تصلح عاد اختر يا بين آيس كريم ولا بانكيك بالمانجا بالموز بالنوتيلا عاد الصدق والصراحة في تايلاند مستحيل اني اكل فيها من اكل شوارع لكن هذا الشيء الوحيد اللي ممكن اخذه من الشارع وهو العصائر الطبيعية لانها قدامك تتقطع ويعصرونها وبسم الله ارخص وسيلة مواصلات هنا في تايلاند هي الدباب يعني تقدر تطلب عن طريق موقع جراب اللي مثل اوبر دباب ويجيك الدباب وتركب وراه حلو هذا ارخص شيء بعده وشو بعد السيارة الطبيعية العادية ثم بعده هذا يعتبر اغلى من السيارة العادية اللي هو التوك توك المطور مقاسه صغير بس باربع كفرات ليش اغلى لانه هو اللي عاده السياح ياخذونه ولهم جو كذا حلو وانوار عجيبه غريبه وميوزك فهذا اغلى من السياره العاديه بوكيت فانتازي هو واحد من اشهر العروض اللي هنا وبتلقونه في كثير اماكن يسوقون له انا ما رحت له لانه أول شيء قريت عنه حسيت أنه يناسب العوائل أو الأطفال أكثر لأن فيه عروض الحيوانات والسيرك بالنظام القديم يعني أيام السبعينات والثمانينات وشيء ثاني عرفت أنه ممنوع التصوير منعًا باتًا ودقيقين فأنا بعض الأوقات أروح أزور أماكن أنا ما تكون بالنسبة لي مفيدة أو مثيرة لكن أبغى أقدمها لكم كمتابعين تستفيدون منها بس هذا شفت أنه في كل الأحوال ما يفيدني بشيء فما رحت له لكن حبيت أبلغكم عنه بيكون مناسب للعوائل وبالذات للأطفال أتوقع بتستمتعون فيه هذا واحد من النشاطات السياحية هنا والحين أنا في باتونغ بيتش قدام واحد من الشوارع المشهورة فيه وهو الاسم الرسمي له بنغلا والعرب يسمونه شارع جهنم وأنا ضد التسمية هذه 100% عموما الشارع هذا شارع صخب وموسيقى وازعاج واكيد ما هو مناسب للاطفال ولا للعوائل بالذات بالليل لكن في وقت النهار ترى ما فيه موسيقى فاللي يبغى يعني طاقه براسه اللي يبغى يشوف هالشارع يقدر انه يجي في وقت النهار ما راح يشوف فيه شيء يعني غلط بيشوف فيه بس بعض المحلات لكن بالليل ما اتوقع انه مناسب انك تجي حتى اتوقع في اماكن اكثر رقي من هذا الشارع بس الشارع هذا يعتبر من أشهر الشوارع الشعبية والهيصة في بوكيت واحد من اللاونجات الحلوة الأوتدور وعليه توصيات عالية The Fun Deck عبارة عن مطعم وكافيه ولاونج مأكولات ومشروبات ودي جي وميوزك بس ميوزك رايقة يمكن بالويكند يكون الميوزك صاخب أكثر بس في الأيام العادية يقفل الساعة 12 بالليل وهذه أجواء لا إطلالة حلوة مرة رهيب في وقت الغروب جدا جميل لكن الحين بالليل ما يبين شيء إذا بتيجي تايلاند في بعض التطبيقات ضروري تكون موجودة في جوالك أولها تطبيق اسمه جراب اللي هو مثل أوبر لكنه منتشر في دول آسيا لأنه هنا ما في أوبر وفي تطبيقات ثانية مثلا تطبيق الترجمة تطبيق ثاني حق توصيل الأكل للفندق أو من المطاعم كلها وغيرها بنزل لكم صورة فيها كل التطبيقات المهمة
أصبحنا وأصبح الملك لله. صبحكم الله بالخير وجه الخير. من يوم ما وصلنا بوكيت وإحنا يومياً نشاطات وفعاليات حلو إنك بتسويها كلها، بس لا تنسى إذا أنت ساكن في منتجع راقي وفخم إنك تستمتع بجمال المنتجع اللي أنت فيه. الغرفة اللي ساكن فيها أو الفيلا لها مسبح خاص، وأصلاً بيتش فرونت مطلع على طول على البحر. فاليوم أبجلس في وقت النهار أستمتع بالمنتجع بغرفتي بالمرافق اللي موجودة هنا. هذا الجزء من الغابة والبحيرة كلها داخلة من ضمن المنتجع، بس اللي شدني انه اللي تشوفونه قدامكم اماكن يزرعون فيها الخضروات العضوية والزهور وانواع مختلفة، حتى في بعض الفواكه هنا. كل اللي موجود هنا يستخدم في مطاعم المنتجع. ليان اكتيفيتي زون هو جزء من المنتجع مخصص للانشطة والفعاليات اللي تناسب الصغار والكبار. عندهم مجموعة من النشاطات الرياضية مثلا زي ملعب التنس، وعندهم مكان التسلق هذا اللي تشوفونه قدامكم يقدر اي حد يطلع فيه. يا جمال الطبيعة في هالمنتجع الحلو، أفقد الصراحة واتمنى ان الله يكتب لي زيارة ورجع ان شاء الله لهالمكان وهالجزيرة بشكل عام. لكن طالعين ان شاء الله الجزيرة، اتوقع انه غالبية العرب ما يروحون لها، قليل منهم يروحون لها، وان شاء الله نبني نستكشفها مع بعض. ذكرت انه اكثر استفسارين جتني هنا في بوكيت عن درجة الحرارة والحين جاوبتكم عليها. الاستفسار الثاني وضع الامان. بقول لكم شيء، التايلانديين ناس لطيفين، شعب محترم بشكل عام، متعود على السياح من ايام الثمانينات، يعني من 40 سنة، وهذه الدولة تعتبر من اهم الدول السياحية في العالم. دخلهم او الدخل القومي او الاقتصادي للبلد قائم بشكل كبير على السياحة، فهم تعايشوا وتعودوا على احترام الأجانب والتعامل معهم بلطف، فهم بشكل عام جدا محترمين وكويسين. أما بالنسبة للأمان فهي البلد آمنة، وأصلا عندهم شرطة سياحية خاصة بالسياح، لو صارت عندك أي مشكلة تتواصل على طول مع شرطة السياحة اللي دائما في أي مكان سياحي بتلقى سيارات والشرطة مكتوب عليها Tourism Police. فبشكل عام مهتمين بالسياح. أكثر سياح الخليج يعتبرون بانكوك محطة الوصول الرئيسية في الذهاب والعودة عشان سهولة الوصول الطيران. مثلا الخطوط السعودية ما تطلع لبانكوك، الخطوط البحرينية اللي هو طيران الخليج تطلع لبانكوك، لكن ببلغكم انه طيران الاتحاد، شوفوا طيارات طيران الاتحاد والخطوط الإماراتية والقطرية تطلع مباشرة الى رحلات لمطار بوكيت. Ladies and gentlemen, to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, passengers are required to follow the cabin crew instructions and Mr. Muhammad, I know you. Welcome to Samui. Yes, thank you so much.